معانا سؤال من أخت كريمة بتقول: لو سمحتي يا دكتورة، أنا كنت عايزة أسأل. أنا جوزي اتوفى من شهر وأنا معايا أطفال صغيرين لسه، أنا بزور والدته وبتشوف أولاده، بس للأسف هي آذتني كثيرا وأنا سامحت وقلت اللي حصل خلاص، وإحنا في ظرف دلوقتي وهي رحم جوزي وأولادي وعليا برها، بس هي لسه مستمرة في أذيتها، وبنزل من عندها متضايقة وتعبانة من كلامها وطريقتها معايا. أنا مش عايزة أقطع رحم جوزي وأولادي، وفي نفس الوقت مش عايزة أتضايق، أعمل إيه؟ هل لو اكتفيت باتصال أو زيارة في مناسبات ببقى حرام عليا، ولا أعمل إيه؟ ربنا يغفر للزوج ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته، اللهم أمين يا رب العالمين، ويصبر حضرتك ويصبر والدته كذلك. بس علينا دائماً ندرك بأن الإسلام الحنيف دين الرحمة، ولأنه دين الرحمة ولأن الله هو الرحمن الرحيم الذي خلق تلك الرحم، فهو يحث هذا الدين ويدفع بالمؤمنين والمؤمنات على صلة الرحم والاحترام اللي المفروض يكون بين هؤلاء. لكن لأنه دين الرحمة الذي يأمر بصلة الأرحام، كذلك يأمر إن إحنا الإنسان يقوم بأداء هذه التكاليف من غير ضرر على أي أحد. ولابد إن إحنا نعلم إن الصلة، صلة الرحم المطلوبة، مش معناها زي ما كتير من الناس فاهمة إنها رد المعروف والبر، يعني واحد أحسن إلي فأنا أحسن إليه، جاب لي هدية فأنا ردها، مش ده المقصود. قريب ليا بيصلني فأنا أصله، ما وصلنيش فأنا ما أصلوش، لا. فأنا بفهم ده منين؟ الميزان الشريعة بوزن التصرفات والأفكار، الأفكار والتصورات والتصرفات بميزان الشريعة. قد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وفي لفظ رواية الإمام أحمد في مسند، يعني الإمام أحمد، بلفظ: إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ. يعني مش هو أحسن فأنا أحسن، أساء فأنا ما أعملش حاجة خالص أو أسيء، إنما اللي قطعت رحمه وصله هو الامتحان في دي. ده صلة رحمي ما بيصلنيش، بيقطع الصلة، هو بيقطع وأنا بوصل، هو ده الرحم، هي دي صلة الرحم. لأنه من طبيعة الحياة الطبيعية العادية إن ليه إنسان قرابة هيوصلهم ويوصلوا، ده الطبيعي. لكن النقطة فين؟ المحك فين؟ إن لما يقطعوا صلتهم بيا أنا أصلهم لله. ده شيء ضروري، وده شيء أفهم بيه مفهوم. يقولك صلة الرحم، صلة الرحم، اعلم واعلمي أن صلة الرحم أساسها للذي يقطع هذه الصلة. اوصل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واعطي من حرمك. عشان كده برغم هذه المعاني الطيبة واللي احنا بنفهمها ولازم ان احنا ندركها جيدا، برضو بننبه إلى ضرورة التعامل بالحكمة، مراعاة الحكمة، مراعاة الرفق في طريقة التعامل، الصبر. يعني يا أختي الفاضلة، دي أم الزوج، دي حماتك، ست مكلومة لأنها فقدت ابنها، ولازم أراعي الجانب ده. ودي أم غير الزوج، ومش بنقول ده، مش بنقلل من مشاعرك تجاه زوجك، لكن برضو دي أم وأنت أم. لكن بقول لحضرتك، إذا كانت الزيارة دي بتسبب ضرر نفسي على حضرتك كبير، يعني بتأذيكي قوي، بتجرحك قوي، فلا حرج في إنك في بعض الأوقات تبعتي الولاد يروحوا يسلموا على جدتهم، عشان ما نقعش في قضية إن احنا نحرم الجدة من رؤية أحفادها، لأن ده أمر ممنوع ولا نريد أن تكون لنا يد فيه. وبخصوص حضرتك، أنا بنصح حضرتك إذا استمرت حماتك في إنها بتأذيكي بتضرك، فأنت قللي الزيارات، ما تمنعيهاش. ووقت ما قلل أتصل، ولا ده زادت أكتر فهكتفي بالاتصال الهاتفي وأخلي الزيارات في المناسبات. فأنا نيتي إيه؟ مش قطع،
وبتصرف مع الأمور دي بحكمة وبرفق، مش بعنف، برفق. الرفق أبعد شوية وأبعت الولاد وياخدوا حاجة حلوة لجدتهم معاهم، وأنا أرفع سماعة التليفون وأتحجج بأي شيء، مثلا أنا ورايا أعمال كذا أو أنا عندي كذا، وتكون أشياء تذكريها حقا. ولازم أبقى عارفة أنه الهدف من صلة الرحم هو الحفاظ على علاقة طيبة مع ذوي الرحم، وفي الحالة بتاعتك أحافظ على أنه تكون العلاقة طيبة بين الأولاد مع جدتهم. وخلي بال حضرتك أن ده طبعا من دون إيذاء لنفسك، ولكن خلي بالك كل ما بتحافظي على علاقة الأولاد دول بجدتهم وبأهلهم، أنت بتحافظي على سلامهم النفسي، ما بتخليهمش شايلين أو مضغوطين جواهم. أبوهم مش موجود وأهله كمان ما بيوصلوش أهلهم. الناس أو سيدات كتير أو رجال كثر لما بيحصل نزاع بين الزوج والزوجة بيرتكبوا أكبر جريمة، وهو إنه يخلي الأطفال يشيل من أبوه أو من أهل أبوه، أو يخليهم يشيلوا من أمهم أو من أهل أمهم. فالأولاد ما بيعيشوش في سلام نفسي، بيخرجوا للمجتمع معقدين. فبلاش احنا يبقى بايدينا نعمل الكلام ده ونبقى احنا فاهمين، اصل احنا بننصحهم. خليهم يصلوا الرحم ويعفوا، لان دي يعني قيم ربانيه فيها احياء للنفوس البشريه بالخير. فبخلي الانسان في سلام نفسه، وبعلم ابني الحذر وبعلم بنتي الحذر دون الوقوع في قطع صلاه الارحام او في قطع الصلاه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بوصلها وب صلتها. كذلك ما تنسيش الدعاء واللجوء إلى الله تعالى بصلاح الحال. دايما بنقول إحنا كبشر في احتياج شديد إلى المدد الإلهي الدائم. نحن في عايشين بسر الحي القيوم سبحانه وتعالى، لكن الإنسان عايز عطاء زيادة، عايز مدد معونة، يسأل الله من فضله: يا رب اصلح الأحوال، اجعلني قرة عين لحماتي واجعلها قرة عين لي، واجعل أحفادها قرة عين لها، وتدعي لزوجك بالمغفرة والرحمة، وتدعي بصلاح الأحوال، وتدعي أن ربنا يقويك على أنك تقومي بحق هؤلاء، حتى وإن عصوا الله سبحانه وتعالى فيك أطعتي الله أنت فيهم. فعلى طول دومي على الدعاء، لأنه ده سلاح المؤمن مع الصبر في هذه الحياة الدنيا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.